مساء الخير. على أنقاض مخيم اليرموك تحتفل منظمة فتح بالذكرى 57 لتأسيسها، وفتح هذه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها. أما مخيم اليرموك فهو حكاية مأساة لاجئين فلسطينيين غربهم النظام للمرة الثانية بعد أن أثخن جراحهم قصفاً وتدميراً قتلاً واعتقالاً. أب 2013 قطع نظام أسد المياه والكهرباء عن أهاليه. أيلول 2014 أكمل الجريمة، منع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها ليدخل المخيم في مجاعة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. قضى يومها 204 فلسطينيين جوعاً. في معتقلات أسد هناك 1800 فلسطيني بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا. الوفد الفتحاوي لم يتطرق لهم، بل ولم يتطرق لمحنة الشعب الفلسطيني في سوريا، ركز على قضايا تخص منظمة فتح فقط. هذا ما صرح به جبريل الرجوب وهو يسلم وزير خارجية النظام رسالة محمود عباس لبشار الكيماوي. يعتبر فلسطينيو سوريا زيارات في وفود فتح لدمشق والتي لم تنقطع منذ عام 2011 طعنة في ظهورهم. لماذا لم يتطرق وفد فتح إلى القضايا الملحة للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟ لماذا لم يسأل الفتحاويون عن المعتقلين الفلسطينيين والمختفين قسرياً في سجون ومعتقلات النظام؟ لماذا لا تستغل فتح علاقتها الجيدة ببشار الكيماوي في تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيمات التي هجروا منها؟ لماذا يبقى مخيم اليرموك ممنوعاً عن أهله؟ الفلسطينيون الوحيدون الذين يدخلونه هم أعضاء وفود فتح التي تلتقط الصور التذكارية على أنقاضه. ما الذي يريده محمود عباس من بشار؟ ولماذا يطلب زيارته؟ ماذا بقي لفتح من مصداقية بعد هذه الزيارة وهي تبيع اليرموك وتحتفل على بقايا معاناة أهله الفلسطينيين؟ عن زيارة وفد منظمة فتح إلى دمشق نستضيف أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع مصير، معنا من غازي عنتاب، ومعنا الكاتب الصحفي أيضا أحمد مظهر سعده. من غازي عنتاب مساء الخير وأهلا بكما، دعونا نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. انتقادات واسعة وجهها فلسطينيون لزيارة وفد حركة فتح إلى دمشق بحسب ما صرح به سفير فلسطين لدى نظام أسد لإذاعة صوت فلسطين. فإن الزيارة كانت لحضور المهرجان المركزي لإحياء الذكرى 57 لانطلاقة الحركة في مخيم اليرموك وتسليم رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رأس النظام بشار أسد حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية والتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى دمشق. راح يكون في لقاء بيننا وبين فصائل منظمة التحرير لترتيب عقد جلسة تاريخية للمجلس المركزي الفلسطيني، ورح نلتقي مع قيادات سورية ونسلمهم رسالة خطية من الرئيس أبو مازن. لم تتطرق الزيارة لمعاناة الشعب الفلسطيني في سوريا. أكثر ما أثار الاستياء في الأوساط الفلسطينية السورية هو تنظيم الحفل على أنقاض مخيم اليرموك الذي دمرته قوات النظام وهجرت غالبية سكانه من اللاجئين. اعتبر ذلك تغطية على جريمة بحق المخيم الذي يمثل عاصمة الشتات الفلسطيني، تلك الجريمة التي بدأت أولى فصولها في آب 2013 عندما قطع النظام المياه والكهرباء عن أهالي المخيم، ليتبع فصولها في 8 من أيلول 2014 عندما منع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها. دخل المخيم يومها في مجاعة قضى على إثرها 204 فلسطينيين جوعاً. كان يقطن المخيم الواقع جنوب العاصمة دمشق 160 ألف لاجئ فلسطيني، كثير منهم موجود منذ حرب 48. انسحبت منه الفصائل في عام 2018 وهو مغلق منذ ذلك الحين بوجه أهله.
وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اعتقال نظام أسد أكثر من 2800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما توفي 620 آخرون تحت التعذيب في المعتقلات. قتل نحو 4000 فلسطيني خلال الحرب التي شنها أسد على الشعب السوري منذ 10 سنوات. كان عدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا ما يقارب 560,000 شخص، انخفض بشكل حاد بعد كم الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد النظام وميليشياته. بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يحتاج ما يزيد على 95% من هؤلاء اللاجئين إلى الحصول على مساعدات إنسانية عاجلة من أجل البقاء على قيد الحياة. أناقش هذه الزيارة مع أحمد مظهر سعد الكاتب الصحفي وأيضا مع أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع مصير. أستاذ أيمن، بداية مساء الخير، كيف تنظر إلى هذه الزيارة لفتح لبشار أسد، وأيضا ما هي الأهداف الغير معلنة من هذه الزيارة؟ مساء الخير لك ولمتابعي قناة أورينت الكرام. من الواضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن حسابات بيدر السلطة وليس ضمن حسابات الحقل الوطني الفلسطيني، لأنها تعكس مصالح السلطة من خلال إعادة تطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد، وهذا سلوك خطير لأنه فعليا يؤدي إلى التغطية على جرائم هذا النظام من قبل القيادة الفلسطينية التي كان عليها أن تحمي شعبها الفلسطيني في سوريا من جرائم النظام التي أوقعها باللاجئين الفلسطينيين. النظام السوري وكما ورد في التقرير دمر المخيمات الفلسطينية، قتل اللاجئين الفلسطينيين، حاصرهم، جوعهم، قام بتهجيرهم، واليوم تقوم السلطة الفلسطينية بفتح قنوات التطبيع مع هذا النظام المجرم، وهي رسالة حقيقة خاطئة في مضمونها وتوقيتها، لأنها بكل بساطة تعكس أن السلطة تركز على حساباتها فقط، على مصالحها فقط من وراء العلاقة مع هذا النظام، ولكنها بنفس الوقت لا تقيم اعتبارا لمصالح الشعب الفلسطيني ولا لمصالح الشعب السوري. بهذه النقطة يعني دعني أسأل الأستاذ أحمد مظهر سعده، هل نحن أمام يعني ترتيب البيت الداخلي للسلطة الفلسطينية على حساب الشعبين السوري والفلسطيني؟ تحياتي لكم وللمشاهدين جميعا. أنا باعتقادي أن المسألة يعني قد لا تكون في هذا الاتجاه تماما، لأن الحسابات الداخلية شيء وواقع الشعب الفلسطيني خارجا شيء آخر، والسلطة حاليا هي بكل أسف وسلطة عباس تحديدا مرتبطة بدور خارجي، هذا الدور يلعبه عباس منذ فترة طويلة، وهو قد يكون يعني ليس من عنده ما يفعله باتجاه الشعب السوري أو باتجاه القضية السورية، لكن أنا بتصوري أن القادم من الأيام سيكشف دور ليس دورا لا من أجل الشعب الفلسطيني ولا من أجل الشعب السوري، بل دورا مصلحيا نفعيا. هذا الدور الوظيفي الذي يلعبه الكثير من الأنظمة العربية لصالح من أن أستاذ أحمد؟ يعني مصالح من يدعمه في الخارج حقيقة. عباس، أنا أذكر ومنذ 2012، وهذه مسألة يعرفها كل من تعاطى مع الوضع الداخلي السوري، اتصل عندما تمنعت هيئة التنسيق عن الذهاب إلى موسكو بدعوى موسكو، اتصل شخصيا عباس بقيادة هيئة التنسيق وضغط عليها باتجاه القبول بدعوة موسكو إليها. بمعنى آخر أن اتصالاته مع موسكو هي جارية ومستمرة، ومن أجل مصلحة ما ينفذ بعض الأجندات. وباعتقادي أنه فعلا لا يمكن الحديث اليوم عن قيادة فلسطينية، يعني لا يمكن المقارنة بين عباس وبين الراحل أبو عمار. بالتأكيد قيادة فتح وقيادة منظمة التحرير اختلفت كليا، وهناك الكثير من الانجرارات باتجاهات أخرى، قد تكون منها أيضا
العزف ضد الشعب الفلسطيني ذاته وكل الذين يتحدثون بشكل تحرري من الفلسطينيين في مواجهة سلطة التغول العباسي بكل أسف. وهذه مسألة طبعا هي مستمرة في هذا الاتجاه ولا تأخذ بعين الاعتبار كل ما مصالح الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك وكل المعتقلين حقيقة الذين أشرتم في تقريركم إليهم الذين ما زالوا حتى اليوم يقبعون داخل المعتقلات معتقلات النظام السوري والكثير منهم استشهد تحت التعذيب ولا يتحدث أبدا سلطة عباس وكل الوفود التي تأتي إلى دمشق هذا الوفد والذي قبله والذي قبله أبدا لا يتحدثون بالمعتقلين ولا يتحدثون بهذه النقطة التي طرحتها. يعني ينضم إلينا أيضا للحديث الباحث والمحلل السياسي ماجد عزام معنا من اسطنبول. مساء الخير وأهلا بك أستاذ ماجد. يعني الأستاذ أحمد مظهر سعده يقول بأنه هذه الزيارة لفتح لبشار الأسد هي ليست من بنات أفكار السلطة الفلسطينية، هل تتفق معه بهذه الرؤية؟ ومن دفع السلطة اليوم للقيام بهذه الزيارة؟ مساء الخير لحضرتك لضيوفك الأعزاء والأسادة المشاهدين. يعني ربما يكون هناك رسالة ودغدغة مشاعر منظومة الاستبداد العربية، السلطة تريد أن تقول أو تؤكد أنها تتموضع في صلب منظومة الاستبداد والفساد العربية بالفلول الجدد بفلولها القدامى اللي أسقطتهم الثورات أو الجدد اللي كانوا جزء من الثورات المضادة، لكن زيارة هي فلسطينية، التفكير فيها فلسطيني بامتياز والتفكير هو فئوي ومصلحي وشخصي طيب. يعني تخيلي مثلا أنه جبريل رجوب منفصل لدرجة ليس فقط الاحتفال على أنقاض المخيم بدون أهله، لكن عندما يقول أن الزيارة هي تأسيسية أو لا هو لصياغة انطلاقة جديدة فلسطينية لمواجهة الوضع السيء والممارسات الإسرائيلية، يا إلهي كيف دمشق اللي هي محتلة لبشار استجد الغزاة لاحتلال سوريا العظيمة وبقية في سوريا المتجانسة المفيدة، كيف يمكن أن يطلب الدعم من بشار الأسد الفاقد للشرعية والفاقد للسيادة؟ لكن تخيلي أنه مثلا يفكر جبريل رجوب في أنه أو محمود عباس تحديدا من أرسله ومن أرسل الرسالة إلى بشار الأسد لكي يتم التشاور في القضية الفلسطينية، وأنه كما قال ناطق باسم فتح أن سوريا مركزية في القضية الفلسطينية، سوريا مركزية لكن سوريا العظيمة التاريخية اللي دمرها بشار الأسد وشرد أهلها، أما سوريا المتجانسة المفيدة فهي تتساوق مع الغزاة واستجدت الغزاة. تخيل أنه جزء من الرسالة هي الولوج إلى الباب الفلسطيني أو جذب بعض الفصائل الفلسطينية إلى ساحة عباس من خلال بوابة بشار الأسد. هل تتخيل المنظر السوريالي؟ يعني أنه بشار الأسد الساقط والفاقد الشرعية اللي دمر المخيمات اللي قتل الشعب الفلسطيني اللي قال عنه جورج حبش حكيم الثورة أنه هذا النظام قتل من الفلسطينيين أكثر من إسرائيل. الشهيد ياسر عرفات كان دوما يعتبر النظام أخطر الأنظمة على القضية الفلسطينية. كيف يمكن أي ساحة فلسطينية أن يمكن التقرب إليها من بوابة بشار الأسد؟ يعني نحن أمام شيزوفرينيا، نحن انفصام. ثم تخيل الأسوأ، يعني أو أسوأ من ذلك أنه عباس أراد أن يبيض صفحته بعد لقاء المهين والمخجل مع بني غانز في بيته عندما تبادلوا الهدايا. يعني عباس وسلطة تستجدي وتتوسل الدعم أخذ معاه قطعة مجوهرات بينما أهداه غانز أنين زيت زيتون ولا حتى إسرائيلية بكل ما يحمله الزيت والزيتون في الذاكرة والرواية الفلسطينية. أراد أن يبيض صفحته من خلال الذهاب إلى بشار الأسد ومن خلال ثم من بوابة بشار الأسد محاولة جذب بعض الفصائل إلى اجتماع المجلس المركزي اللي يريد محمود عباس تبييض صفحته، ثم يريد أيضا استغلالها والمناكفة مع حماس في سياق حزبي كما رأينا اليوم من الوقت في بيروت. هذه الزيارة هي فلسطينية في امتياز. هناك رسالة لمنظومة الاستبداد العربية أن السلطة قد تكون أكثر وقاحة في التعاطي مع بشار الأسد أو حتى في الدعوة لعودة للجامعة العربية. جبريل رجوب اعتبر عار أنه بشار الأسد يكون خارج الجامعة، هذه الجامعة اللي كانت سوريا التاريخية العظيمة مؤسس فيها، ليست سوريا المتجانسة الطائفية المفيدة لبشار الأسد. طيب بالحديث عن بشار الأسد وبالحديث أيضا عن هذه الزيارة وما وراء هذه الزيارة، أعود أيضا للأستاذ أيمن بهذه النقطة. ماذا يمكن أن يقدم بشار أسد لحركة فتح؟ ماذا يمكن أن يقدم للسلطة؟ أستاذ أيمن، السلطة نفسها تعرف. نعم تفضل أسمعك بوضوح. عفوا
أستاذ أيمن لا أتمكن من سماعك، هل تتمكن من سماعي؟ نعم أنا بسمعك، هيك بتسمعيني؟ بسمعك بوضوح. شو بيقدر بشار الأسد اليوم يقدم للسلطة أو لحركة فتح؟ نعم يستطيع أن يقدموا لأنفسهم كسلطتين غير شرعيتين، خدمات متبادلة، لأنه حتى سلطة عباس هي سلطة غير شرعية. عباس منتهي صلاحيته كرئيس منذ عام 2009، المجلس التشريعي الفلسطيني منتهي صلاحيته، وبالتالي كل هذه العناوين التي تسمعون عنها، قيادة فلسطينية ورئاسة فلسطينية وقيادة السلطة وقيادة منظمة التحرير، كلها قيادات غير شرعية ذهبت لتلتقي مع رئيس نظام غير شرعي، وبالتالي في خدمات متبادلة لها علاقة مثلا بمقرات لفتح بعض المزايا. لكن الأساس في الموضوع أنا رأيي أن عباس يحمل رسائل تحديدا من قبل روسيا ومن قبل بعض الأنظمة العربية كي يمهد الطريق لعودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، وهذا أمر ليس مخفيا بحكم العلاقة الوثيقة بين روسيا وبين السلطة الفلسطينية وتحديدا محمود عباس. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي بعتقد السلطة أيضا تريد أن تملأ الفراغ الذي تركه خروج حماس من سوريا منذ بداية الثورة السورية، أيضا فتح تراهن أنها تستطيع أن تملأ هذا الفراغ وأن تلعب دورا وأن تزعم بأنها موجودة في ساحة مثل الساحة السورية، ولكن بصراحة اليوم في هناك إدراك ليس فقط عند الفلسطينيين عموما وإنما عند الفلسطينيين السوريين اللي تعرضوا لهذه النكبة والمأساة، أنه هذا تلاعب وهذا تضليل وهذا نفاق، لأنه حقيقة الشعب السوري هو أساس الموضوع، هو بيت القصيد، وعندما يتم قتل وتهجير هذا الشعب الذي وقف دائما مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، هذا يعني بكل بساطة بأن الخسارة كبيرة لفلسطين وشعب فلسطين. أريد أن أقول هنا أيضا قضية بصراحة وهي تثير شكوك كبيرة، لماذا يريد محمود عباس وفريق السلطة دائما أن يقدموا مؤشرات لكل الشعب العربي وللشعب السوري ولكل الشعوب أنهم يكرهون الناس بالقضية الفلسطينية؟ يعني هذه التصرفات ماذا تعني؟ تعني تكريه العرب بالقضية الفلسطينية، إبعاد العرب عن دورهم الأساسي في دعم كفاح الشعب الفلسطيني. لما القيادة الفلسطينية تنحو بهذا الاتجاه الكارثي الخطير، هم بذلك بصراحة يضعون الناس في ردود أفعال قد تكون غاضبة تجاه الفلسطينيين عموما. البعض يعمم الآن، ولذلك نحن ننبه ونحذر ونقول يا جماعة هذه سلطة تعبر عن نفسها، عن مصالحها، عن مصالح نخبها، عن ارتباطاتها الخارجية، عن مشروعها الفاشل الذي أساء للكفاح الفلسطيني ليس فقط في الداخل الفلسطيني وإنما أيضا بحق اللاجئين الفلسطينيين. نعم. هذه القضية يجب أن تكون واضحة أمام شعبنا إن كان الفلسطيني أو السوري أو الشعوب العربية عموما. ثم أختم بقضية أيضا أريد لفت الانتباه إليها، بأن اختيارهم مكان إقامة المهرجان في مخيم يرموك بالفعل له دلالة صارخة على مدى انحطاط هذه الطبقة السياسية الفلسطينية، انحطاط أخلاقي مريح. سأتي على هذه النقطة بالتفصيل، ولكن قبل الوصول إلى مخيم اليرموك والفظائع التي ارتكبت داخل مخيم اليرموك وما يجري فيه الآن، أستاذ أحمد اليوم يعني بشار الأسد يتشدق بأنه حامي القضية الفلسطينية والممانع والذي يقف بوجه إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية. أيضا السلطة تعتبر بأنها يعني محقة وتدافع عن قضايا الفلسطينيين وما إلى ذلك. أمام الفظائع التي ارتكبت بحق الشعبين السوري والفلسطيني، أين هي هذه القضايا وأين هي الممانعة أصلا؟ يعني شيء يدعو ليس فقط للأسف إنما للكوميديا عندما يطرح برسالته يوم ذكرى مقتل الإرهابي قاسم سليماني، الرسالة التي تلتها وثينة شعبان، يطرح قضية توسيع محور المقاومة والممانعة، وكأنه يريد أن يقول أن محور المقاومة والممانعة هو منتصر ومن ثم لابد له من توسيعته في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي وما شابه ذلك. وطبعا يتحدث عن فنزويلا مثلا لتكون منضمة، يكون اليوم في بال هذا أيضا دخول منظمة التحرير أو قيادة عباس تحديدا. وهنا أنا أؤكد كما قال الزميل أيمن بأنه فعلا هذه المسائل تسيء للقضية الفلسطينية شاء أم أبو. يعني القضية بالنسبة للشعوب العربية، الشعب السوري منهم، عندما ينحاز
سلطة فلسطينية يفترض أنها تمثل الشعب السوري، الشعب الفلسطيني، تنحاز كلية إلى النظام القاتل المجرم، فبالتأكيد لن نجد الكثير ممن يعي هذا الدور، ولن يجد لدى الشارع العادي من يستوعب أن الشعب الفلسطيني شيء وقيادته شيء آخر. لذلك فعلا علينا أن نوضح ذلك، أن هذا النظام الفاشيستي العباسي إن صح التعبير هو يمثل نفسه، ولم يعد يمثل حتى فتح. يعني ليس هذا النظام نظام عباس يمثل فتح حتى، ولا جماهير فتح ولا قواعد فتح. وهنا أيضا أنا أقول أنه من الممكن أن يكون أيضا كما قال أستاذ أيمن ملء الفراغ، وهو بعد أن أتى زيارة خالد مشعل إلى لبنان ولم يقدم له استقبالا جيدا حزب الله، بل كان هناك إهمال وإساءة له. أعتقد أنه يمكن أن يلعب هذا الدور عبر هذه الزيارة، بأنه هو البديل الذي كان سابقا فتح، وما نعرف ماذا حصل لفتح في سوريا وفي لبنان من قبل النظام حافظ أسد سبنه. هنا يتحدث هذه الزيارة تتحدث عن أن هناك تصورات جديدة قد تكون، هي تكون تحل محل حماس التي لم يعد مرضى عنها كليا، علما أن الزهار قال ما قال من إساءات حقيقية للشعب السوري عندما تحدث في ذكرى قاسم سليماني. لكن أنا باعتقادي أن القيادة باقية وهي مركزية للأمة، حتى لو فعل ما فعل عباس أو سوى عباس، وزيارات من هذا النوع هي بائسة وتصب في بؤس هذا النظام أو هذه السلطة التي جاءت كي نعرف كيف جاءت، والتي جاءت على أنقاض دماء وشهداء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهي ما زالت مستمرة في غيها، وهي جزء من النظام العربي الرسمي الذي لا يعنيه الشعوب ومقتل الشعوب ومقتلة الأسد في سوريا وغيرها، بل تعنيه مصالحه ومصالحه فقط، ودوره أيضا الوظيفي في المنطقة الذي يكون مرة مدعوما أمريكيا ومرة أخرى مدعوما روسيا أو ما شابه ذلك. وهذه الأدوار هي مستمرة لصالح هذه الأنظمة وفي مواجهة الشعوب وفي مواجهة الشعب الفلسطيني أولا والقضية الفلسطينية أولا. أستاذ ماجد، يعني المهرجان المركزي التأسيسي لفتح يقام في مخيم اليرموك الذي منعت أموال السلطة عنه من قبل نظام أسد لرفع الردم، الذي هجر أهله ولم يسمح لهم بالعودة إليه، جوعوا وشردوا وحوصروا. هل إقامة المهرجان اليوم في مخيم اليرموك هو موافقة علنية وقحة لكل هذه المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين المتواجدين في سوريا من قبل نظام بشار أسد، وهذه الموافقة تأتي اليوم برعاية فتح؟ صحيح، ويعني حتى في الزيارة هناك بعد شخص، يعني جبريل الرجوب اللي كان يعتقد تخيله سياسي من الفرز الثالث أو الرابع، يعتقد نفسه من جدير بقيادة الشعب الفلسطيني وبخلافة محمود عباس، فعل ذلك لفترة من خلال التقارب والمصالحة مع حماس، وفاهم أنه مصالحة مع حماس بعد الهرب من الانتخابات. على فكرة محمود عباس هنى بشار الأسد العام الماضي من انتخاباته المزورة، وهو هرب من الانتخابات في فلسطين، ولو كان يعرف أنه بإمكانه إجراء انتخابات كما أجرى بشار الأسد لأجراها، ولو كان بشار الأسد يعرف أنه الانتخابات مغامرة أنه سيفشل فيها لهرب منها كما فعل حليفه المستجد محمود عباس. لكن مشهد اليرموك بالتأكيد نحن يعني كنا أمام صمت من المنظومة السياسية الفلسطينية على تدمير مخيم اليرموك، والمنظومة بصراحة تصرفت انفصام عن الشارع، الشعب الفلسطيني اللي تصرف أنه جزء من سوريا العظيمة، سوريا التاريخية، تصرف بعقله الجمعي وانحاز المطالب المحقة للشعب السوري. القيادة الفلسطينية الرسمية تصرفت أنها جزء من منظومة الاستبداد والفساد العربية اللي تم وضع فيها بشار الأسد. لكن قصة أو مشهدية اليرموك هي مهمة جدا، لأن أولا ليس فقط نحن أمام تبرئة لبشار الأسد من تدمير مخيم اليرموك، نحن أمام تسوق مع كل قصص وأكاذيب إعادة الإعمار رغم القضم اللي يحصل للمخيم من الميليشيات الطائفية ومن شذاذ الأفاق اللي جلبهم بشار الأسد للحفاظ على سلطته. ثم يعني كان أعتقد المشهد كله انفصام كامل، أنه يتم إحياء ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية اللي كان يفترض أنه تكون ثورة لتحرير فلسطين، الثورة اللي حاربها نظام الأب والابن طوال الوقت، الثورة اللي اعتبر
مؤسسة واحد رموزها ياسر عرفات أنه هذا النظام أخطر الأنظمة عليه، النظام اللي منع الشعب الفلسطيني عادة أو كان خنجر في ظهره في من أجل معركة التحرير الاستراتيجية. نحن أمام تبرئة حتى ذا جانب تاريخي للنظام، لكن في مشهد اليرموك نحن أمام تبرئة للنظام من تدمير المخيم، أمام تسويق لرواياته الكاذبة عن إعادة الإعمار. ليس هناك إعادة إعمار، وأنا أعتقد أن الوفد يفعل ذلك عن سبق إصرار وترصد، وهو يريد تحقيق مكاسب شخصية سواء لجبريل الجوب أو ما هي المكاسب الشخصية التي يسعى إليها هذا الوفد؟ عفوا، المكاسب الشخصية التي يسعى يعني إليها. جبريل الرجوب كان يقدم نفسه خليفة محمود عباس من باب المصالحة والحواء الفلسطيني، الهروب من الانتخابات أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، خاصة بعد هبة القدس ومعركة سيفا ثم مع لقاء بني جانس. لا، ليس هناك فرصة للحوار مع حماس، يريد أن يأخذ الصفة الوطنية من خلال الحوار مع بقايا الفصائل اللي تخيل في الانتخابات لا تحوز إلى 3 إلى 5%. هذا بالنسبة لجبريل الرجوب. بالنسبة للسلطة تريد أن تتموضع في منظومة الاستبداد والفساد العربية، تريد أن تخفف معارض الفصائل لها من خلال التقرب. يعني تخيل أنه بشار الأسد صار البوابة لنيل تأييد الفصائل ثم لنيل حلفائه في لنيل تأييد حلفائه في لبنان بعد ما أساءوا ليس فقط إلى حماس. طبعا هم بيميزوا بين حماس غزة وحماس الدوحة وحماس الإخوان كما تقول أبواق أو مصادر أو المنابر العلمية التابعة لبشار الأسد. نحن أمام فائدة شخصية لمحمود عباس لجبريل الجيوب، ونحن أمام فائدة السلطة. يعني طيب إذا بدنا نحكي عن تحقيق هذه المكاسب الشخصية وهذه المصالح، هل لا تتحقق هذه المكاسب الشخصية إلا عن طريق بشار الأسد؟ ألا يمكن أن تتحقق إذا ما كان هنالك نظر حقيقي لمشاكل الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، إخراجهم من المعتقلات، إعادتهم إلى منازلهم أو إلى المخيمات التي هجروا منها؟ لو كانت هناك قيادة حقيقية، يعني تشعر أن قيادة حقيقية تتمتع بالشرعية تجلس للامتحان. يعني أمام قيادة هربت من صندوق الاقتراع وهربت من انتخاب كل الاستطلاعات تتحدث عن فشل السلطة وهزيمة السلطة وهزيمة محمود عباس شخصيا اللي لا يصمد أمام أي مرشح سواء كان هذا الأسير مروان البغوثي أو حتى إسماعيل هنية. يعني نحن أمام سلطة فاقدة للشرعية وسلطة تحاول أن تتصرف ببراغماتية مقيتة، وهي تحاول أن تسلب إذا كانت بعض الفصائل اللي هي قريبة من حماس من الناحية الفكرية والسياسية تريد أن تسلبها من حماس من بقوا هذه الفصائل المتحالفة مع بشار الأسد. السلطة تعرف أن بشار الأسد كل القصص عن محور الممانعة اللي جرى في مقابر الشهداء في اليرموك لكي يعيد جثث الجنود الإسرائيليين اللي تلقى الضربات الإسرائيلية دون أن يرد بطلقة، اللي هو فاقد السلطة والشرعية حتى في مناطق. طيب بالحديث عن هذه السلطات التي يعني بحسب ما ذكرت بأنها فاقدة للشرعية، أستاذ أيمن، اليوم إلى أي حد السلطة الفلسطينية أو حركة فتح تضعف القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وهي تظهر هذا الدعم لمجرم وصنف دوليا على أنه مجرم؟ يعني هذا ليس بأحاديث تلفزيونية. نعم، هذه بالفعل يعني مفارقة كبيرة، أنه كيف ستقدمون أمام العالم أنه قضية فلسطين قضية عادلة في المحافل الدولية وأنتم تدعمون مجرم حرب أسوأ دكتاتور مر في هذا العصر هو بشار الأسد. بالتالي هذه مشكلة كبيرة، وهذه ليست خسارة فقط للقضية السورية أو للثورة السورية، هي خسارة فعلية للثورة الفلسطينية أيضا. وبالتالي أنا بعتقد من خلال هذا الحوار، لأنه هذا الحوار نحن متفقين، لأنه أغلب اليوم عليكم أن ترصدوا ردود فعل الفلسطينيين السوريين المتضررين أيضا مع الشعب السوري من جرائم النظام. الكل رافض لهذه الزيارة ومستنكر ومستهجن لها، لكن السؤال الأساسي اليوم ماذا نفعل؟ ماذا علينا كفلسطينيين عموما وكفلسطينيين سوريين أن نفعل إزاء سلوك ومواقف هذه السلطة فعلا؟ هذا هو السؤال الأساسي. ولذلك أعتقد في ميدان الإجابة عنه، أعتقد أننا أمام مهام يجب التصدي لها. المهمة الأولى يجب العمل على نزع شرعية أو ما تبقى من شرعية هذه السلطة، يعني هذا التضليل الذي تقدم نفسها إلى العالم بأنها تمثل الفلسطينيين تحت عنوان منظمة التحرير الفلسطينية، يجب العمل على نزع هذه الأردية وهذه الأقنعة عن وجوهها بأنه هي لا تمثل فعليا هذه المؤسسات. على الأقل هي فعليا لا تمثل مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه بموجب النظام الأساسي للمنظمة وبموجب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية هذه السلطة فاقدة لكل الشرعية، لأنها يعني موجودة بحكم الأمر الواقع.
المساله انه هي التي رفضت حتى مساله الانتخابات. عن ابو مازن هو الذي تراجع عن الانتخابات التي اصدر مرسوم رئاسي بتحديد مواعيدها ان كانت الرئاسيه او التشريعيه. المهم الثاني يجب بالفعل البدء باستنهاض القوى الفلسطينيه في كل مكان وتشبيك جهودها وطاقاتها من اجل خلق بدائل عن هذه القيادات التي اصبحت بالفعل عار للقضيه الفلسطينيه وعار ان تمثل الشعب الفلسطيني بكل تضحياته الكبيره. المهمه الثالثه التي يجب ايضا ان نبحث فيها كيف يمكن اعاده تنظيم العلاقه التحرريه بين الفلسطينيين وبين كل ثورات وانتفاضات الشعوب العربية وأولها. هل ما ذكرته جميل جدا أستاذ أيمن، هل هو قابل للتطبيق اليوم على الأرض؟ أنا أعتقد هذا هو المناخ أصلا الملائم للتطبيق، لأن بصراحة كانت هذه السلطة تخدع الناس في بداية الثورة السورية. يوم يقولون نحن نقف على الحياد، يوم آخر يقولون نحن لا نستطيع التدخل أبدا لأننا نرى بأنه في هناك تدخلات إقليمية وخارجية ودولية، ويوم آخر يذهبون باتجاه النظام فيتكلمون بأكثر من لغة. اليوم اللغة أصبحت واضحة، هم بصراحة حسموا أمورهم باتجاه التطبيع والتحالف مع هذا النظام المجرم. هذه نقطة مهمة لأنه لم يعد هناك بصراحة أي لبس في هذا الاتجاه. المسألة الثانية اللي كمان ضروري أيضا أن نفكر فيها فعلا، أنه أيضا هم يلعبون دور خطير باتجاه تضليل أهلنا في الداخل الفلسطيني، وعلينا واجب كفلسطينيين أو سوريين الآن أن نقدم رواية الحقيقة لأهلنا وأن نقول لهم هذه القيادة الكاذبة التي تقف عثرة أمامكم وأمام مقاومة الاحتلال بحكم التنسيق الأمني الذي تمارسه مع الاحتلال، هي أيضا تكذب عليكم في شأن الشعب السوري. هي تقدم لكم رواية تضليلية تقول عن الثوار في سوريا هم إرهابيين. هذا الشعب الذي قدم مئات ألوف الشهداء في سوريا على مذبح الحرية وملايين المهجرين تزعم بأنه هو إرهابيين، وبالتالي هذه الرواية يجب تفتيتها، يجب ضربها، ويجب أيضا العمل على إيصال الحقيقة إلى شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الأخرى. نتمنى فعلا أن تصل هذه الحقيقة. شكرا جزيلا لك أيمن أبو هاشم المنسق العام لتجمع مصير، كنت معنا من غازي عتاب. أشكر أيضا الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعده من غازي عتاب. الشكر موصول للباحث والمحلل السياسي ماجد عزام كان معنا من إسطنبول. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.